شاء الله ربنا ينام. السبب، انا السبب. كده يا ولاد، اتفضلوا. احنا يا اميره هانم عملنا المستحيل عشان ننقذ حياه الاستاذ حسام. ما قدرناش نطلع الا 3 رصاصات من جسمه. الرصاصه الرابعه سبناها لانها في مكان حساس في الجمجمه. لو عدت ال 24 ساعه الجايه بدون مضاعفات هيكون في امل كبير في نجاته. لدرجاتي حالته خطيره؟ والله احتمال يصاب بشلل نصفي. شلل؟ اذا العمليه ما نجحتش لا قدر الله. لو ربنا بيحبه يريحه. يريح؟ ان شاء الله عدوينه نجيه يا رب ولا تشمتش فيها عدو. يقتلوا القتيل ويمشوا بجنازته. تقصدي مين بكلامك ده يا مدموزيل؟ 100% انك داخل في اللي حصل لحسام. وليه ما يكونش انت السبب في اللي حصل له؟ الاسم حسام منير الفرجاني، العمر 36 سنة، المهنة رئيس تحرير جريدة أبو الهول، مسدس بريتا خالي من الطلقات، مبلغ 60 جنيه، وشيك بمبلغ 2 مليون جنيه باسم حسام منير. فوزي ابراهيم علي. جيت في وقتك يا استاذ فوزي. تحت امر الباشا. استاذ فوزي، تفتكر مين اللي له مصلحه في محاوله قتل حسام منير؟ لما واحد ينضرب عليه النار في اهم شوارع البلد بمجرد اشاره المرور ما تتقفل، يبقى ده طبعا شغل اجهزه مدربه. قصدك ايه يا استاذ فوزي باجهزه مدربه؟ اجهزه امنيه طبعا. انت بتتهم الشرطه بمحاوله قتل حسام منير؟ انا ما جبتش ست الشرطه في حاجه، اهو البي شاهد اهو. امال قصدك ايه باجهزه امنيه مدربه؟ اجهزه المخابرات طبعا، المخابرات الامريكيه، المخابرات الروسيه، المخابرات الاسرائيليه. يا سلام، والاستاذ حسام منير كان له علاقه بكل اجهزه المخابرات دي؟ شوف يا باشا، راي اي صحفي حر ممكن يدخله في خصومه مع اي جهاز من اجهزه المخابرات دي، وما عنديش اي حاجه تانية اقولها. خد دي. السلام عليكم. خير يا فندم؟ لو سمحت يا دكتور تقول لي ازازه الدواء دي بتاعت ايه؟ ده منشط جنسي. شكرا. على فكره في 3 ستات بمسارعه على الاستاذ حسام في مكتبي النهارده. يا ترى انا دلوقتي ميت ولا حي؟ مرات كتير سألت نفسي ايه هو الموت؟ هو لما الواحد فينا ما يقدرش يتنفس، هي ايه دي اللي فيها الباطل يركب الحق والندل يضرب فيها الشهم والصرم؟ بعد غرب 10 سنين شغل في صحافة الخليج طفحت فيهم الكوتة، رجعت مصر ومعايا قرشين كويسين، اشتريت شقة تمليك، ده غير العربية المرسيدس اللي جبتها معايا من الخليج. كان ممكن أبقى أسعد إنسان برجوعي لبلدي، لكن رئيس التحرير اللي اشتغلت معاه منكد علي عيشتي وحابس دمي ومادي. وزير الصناعة الياباني ينتحر بإشعال النار في نجد لأنه أخل بشرف منة الوزير. هو الخبر ده لازم يبقى رئيس التحرير جاي الضمير يصحى ويحرق روحه. جيت للحق في ناس كتير عايزة تنحرق عشان حال البلد ينسلح. أنا بقى هحرقه بنفسي. وإحنا كمان لازم نحرق نفسنا. ده عند اجتماع مهم. في حاجة يا حسام؟ هو حضرتك الأستاذ حسام منير؟ ده أنا كان نفسي أتعرف عليك يا راجل من زمان. حاج شكري صاحب شركة الإيمان لتوظيف الأموال. طيب استأذن أنا بقى. السلام عليكم. طب هتمشي كده يا حاج من غير ما نعرف رأيك؟ أيام الجريدة مزنوقة في العملة الصعبة. أنا مستعد أوقع معاكوا عقد ب5 مليون دولار، بس على شرط يبقى لي حصة في الورق اللي هتجيبوه عشان أطبع عليه الكتب الدينية وكتب التراث اللي هتوزعها الشركة بتاعتي. يا سلام يا حاج، أنت تؤمر وأنت بالشكل ده
اديت خدمه للجريده عظيمه جدا. يا سيدي استغفر الله، احنا بنخدم المولى عز وجل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل اتفضل يا حاج. مع السلامه. مكتبي كده من غير استئذان؟ ممكن اعرف انت ليه منعت نشر مقالات الشهر اللي فات؟ لان الحاج شكري واخد صفحتين يوميا اعلانات لشركاته. عشان كده حضرتك منعتني من الاستمرار في الحمله الصحفيه اللي كنت بهاجم فيها شركات توظيف الاموال. حسام انا هنا رئيس التحرير وفاهم شغلي كويس. لازم تعرف الاعلانات هي اللي بتغطي خسائر الجورنال. حتى لو كانت الاعلانات دي فيها تضليل للقراء. ده ما يمنعش ان في شركات شريفه بتخدم الاقتصاد القومي. جميل. حلو قوي. انا ما بعرضش. كلامك حلو. ما دام في شركات شريفه، ليه منعتني اهاجم الشركات الغير شريفه؟ استقالتي. تاني يا حسام تاني؟ يا فندم وزاره الخارجيه اتصلوا دلوقتي وقالوا ان زوجه الزعيم الافريقي مانديلا هتوصل مطار القاهره الساعه 3 في طريقها لندن. طب روح انت، انا هتصرف. حسام خد مصور وروح غطي التحقيق ده. لا يا روح غطي الموضوع ده. لما اعرف الاول مصير استقالتي ايه؟ الاول غطي الموضوع وبعدين هنتناقش سوا. لازم الاول تقول موضوع استقالتك ده هنناقشه بعدين. هتفضل تتكلم معايا كده على طول؟ لا هو انت لازم الطياره هتفوتك يا بني ادم. يبقى لازم نبلغ الاسعاف. يوز ماي سيلف وسام منير جورنال. يا مانديلا ما بتتكلمش غير فرنساوي وكده هتعطلونا. سيلفو بليه لو تعرفي حضرتك احنا حصل لنا ايه واحنا جايين عشان نعمل حديث مع مسز مانافيلا. مانافيلا ايه؟ مدام مانديلا. انا هقول لك مانديلا لو تعرفي واحنا جايين انا عملت حادثه بالعربيه ورجلي انكسرت. ايوه بس انا اعتقد ان احنا ممكن نعمل حديث ده في العربيه. اه اوكي في العربيه. اتفضل في العربيه فوزي. اتفضل اوكي اوكي. اوكي انزل. اغطي اللي عملته. انزل بقى. انزل بقى. انا اسود زيهم وسمحوا لنا نخش، عاوزين نكمل الموضوع. اوكي اوكي اوكي. فوزي باي باي. مسز مانديلا بتقول قرار هيئه الامم المتحده بادانه كل من حكومة البيض في جنوب أفريقيا وحكومة إسرائيل دليل قاطع على إدانة الحكومتين بالاضطهاد العنصري. طب ممكن تسأليها عن دور مصر في حركة التحرر الأفريقية؟ Quelle est votre opinion sur le rôle de l'Égypte vis-à-vis du mouvement de la libération africain? Le rôle de l'Égypte est évident vis-à-vis de l'indépendance algérienne, de la Mauritanie, de la Somalie et du Congo. Nous espérons beaucoup à la suppression de la ségrégation en Afrique du Sud. Le rôle de l'Afrique du Sud est désigné à être dépassé par le gouvernement de la race blanche, comme exactement le fait d'Israël dépasser le peuple palestinien. يا جماعة أنا مش راضي أبدا عن توزيع الجريدة اليومين دول. مش معقول جريدة من جرائد المعارضة مع قلة إمكانياتها توزيعها يبقى أكتر مننا. المسألة محتاجة لتطوير لتجديد. مش يطور نفسه الأول يبطل كتابة المقالات السخيفة بتاعته اللي عاملة زي فول النبت. بتضحك على إيه يا أستاذ فوزي؟ أصل يا فندم أصل إيه هتفضل تصحى كده؟ اصل بصراحه حسام قال رايه في مقالتك. لا مش هقوله لك وبصراحه شوق بيه ما قدرتش امسك نفسي بالضحك.
ايه اللي بيضحك في كلامي يا استاذ حسام؟ انا قلت يا فندم ان التطوير ده تطوير ممكن يحصل في الجريده لو الشباب ده خد فرص اكبر، ودل على كده ان نفس الشباب دول هم اللي بيحرروا صحيفه المعارضه اللي سيادتك معجب بيها. طب والخبرات والكفاءات دول نعمل فيهم ايه؟ نديهم اجازه وضع ونقعدهم في بيوتهم ولا ايه؟ طيب يا جماعه متشكر قوي، اتفضل. استنى يا حسام انا عايزك. انا ما رضيتش اهنيك على انفرادك بموضوع مرات الزعيم مانديلا، وده علشان اقتل فيك الغرور اللي ممكن يوديك في داهيه. شوقي بيه دي شهاده تقدير اعتز بيها، خصوصا انها صادره منك انت شخصيا. والدليل على تقديري ليك انك هتحل مكان النهارده في الندوه اللي عاملاها جامعه القاهره لمناقشه قضيه الصحافه وراي العام. يلا يا استاذ يلا. ابنائي الطلبه والطالبات، ضيفنا في هذه الندوه هو الاستاذ حسام منير، والذي تخرج من هذه الجامعة منذ 15 عاما، والذي أصبح صحفيا لامعا وأديبا متميزا وشاعرا فحلا، وكان أبوه رحمة الله عليه شيخا جليلا وعالما من علماء الأزهر الشريف. والأستاذ حسام منير أعزب ولم يسبق له الزواج، والآن أعزائي الطلبة والطالبات سنفتح باب المناقشة في ندوة اليوم، ألا وهي الصحافة والرأي العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين سالم الغرباوي الدراسات الإسلامية. يا أخو حسام، لقد لاحظت في مقالاتك ورواياتك ايضا انك لا تسلك سلوك السلف الصالح. انا مش فاهم انت تقصد ايه بالسؤال ده اخي سالم. قصد اقول لك ان اباك كان عالم ازهري جليل، فلماذا لا تتشبه به؟ تشبه بيه ازاي يعني؟ تربي ذقنك يا اخي. وايه دخل تربيه الدقن في موضوع ندوه النهارده يعني؟ مش واجب الصحافه برضه يا اخ حسام ان تغرس في نفوس الشباب القيم الدينيه؟ طبعا يا اخ سالم، بس انا شايف ان تربيه الدقن دي حاجه شخصيه جدا، اللي عايز يربيها ربيها واللي مش عاوز يربيها ما يربهاش. عمر ما كانت تربية الدقن إثبات على إن الإنسان صالح ومتدين، بدليل إن الكفار اللي اتأذى على أيديهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مربين دونهم. أنا أعرف ناس مربين دونهم كويسين أوي، وأعرف ناس مربين دونهم مش كويسين خالص، وإلا ما كانش شاعر عظيم زي المتنبي قال: أغاية الدين أن تحفوا شواربكم يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. لم نفسك احسن المتطرفين يصفوك جسديا. الويل للكفره! شوف شوف كلا كلامي. الويل للكفره! كفايه يا غرباوي، خلي الاستاذ حسام يكمل الندوه. تقصد مين بالكفره يا اخ سالم؟ هذا الشاعر الملحد المسمى بابي الطيب المتنبي. طب وايه اللي خلاك تقول عليه كافر يعني؟ ابيات شعري اللي رددتها الان يا اخ حسام. طب ودي فيها ايه دي؟ تطاولوا على حديث اشرف المرسلين لما قاله في حديثه الشريف: حف الشوارب ورب اللحى. يبقى المتنبي كافر ولا مش كافر؟ ويستحق الضرب بالصرم يا اخ سالم. بارك الله فيك يا اخ الاسلام. اهو يا فوزي، دي الجامعه اللي خرجت طه حسين وسير القلماء والدكتور مشرفه. اتفضلي يا ريم. بس خلي بالك المدرج كله متلغم بمباحث امن الدوله. دي مش شلقاني، كليه الاعلام قسم صحافه. تحت امرك يا انسه. قول يا استاذ حسام. نعم. هل الصحافة هي سبب في تخلف الرأي العام أم أن الرأي العام هو السبب في تخلف الصحافة؟ حسام خلي بالك البت دي مدسوسة من مباحث. أنا مش ناقصك يا فوزي. امشي. ها؟ امشي. حاضر. ممكن يا أنسة تبسط سؤالك شوية عشان زمايلك يفهموه. ببساطة كده يعني، مين اللي جاب التاني ورا؟ الصحافة ولا الناس اللي بيقروها؟ إيه اللي خلاك تسأليني السؤال ده يا أنسة؟ أمال أسأل مين يعني، بتاع البطاطا؟ شوف يا أنسة، سؤالك ده مهم وخطير، واحتراما لأهمية وخطورة سؤالك أنا بقترح إن احنا نعمل ندوة خاصة، بس عشان ما نحرمش زمايلك من إنهم يسألون. إيه رأيك؟ بس أنا من حقي إنك تجاوب على سؤالي يا أستاذ. وفي الحالة دي ناخد رأي زمايلك. إيه رأيكم يا جماعة؟ نقفل باب الأسئلة ورد على سؤالها؟ أنا من رأيي بقى تبقى ديمقراطية وتحترم رأي الأغلبية.
اتفضلي يا نانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا استاذ حسين. نعم. أكيد حضرتك لاحظت هنا في المدرج بعض الطالبات السافرات والبعض منقبات، عايز أعرف رأيك بصراحة، أنت مع سفور المرأة ولا تنقبها؟ دلوقتي إيه المهببة دي؟ مهببة صح؟ يا نسا سؤالك ده أصله محتاج لفقيه متخصص في أصول الدين، مش لصحف زيي يعني. أنا مش عايزة فتوى منك يا أستاذ حسين، أنا عايزة أعرف رأيك الشخصي. بصراحة أنا ليا رأيين في حكاية سفور المرأة أو تنقبها. رأيي الأول كصحفي، يعني أنا بعتقد كده أن النقاب فيه شيء من التشدد شوية وبفضل عليه الحجاب. أما رأيي الثاني وهو شخصي جدا، أستطيع أن أقول من فوق هذه المنصة وبأعلى صوتي أن خير زي للمرأة هو النقاب النقاب النقاب. الله أكبر ونصر الإسلام. الله أكبر ونصر الإسلام. معقول يا فوزي نصر الاسلام هتوقف على ان المراه تبقى منقبه ولا سافره؟ ده الاسلام اعظم من كده بكتير. خلي بالك البنت بتاعت المباحث عايزه تجيب رجلك تاني. الله اكبر ونصر الاسلام. ارجوك لو سمحت ده مش مجاله. وانت يا هاني سليم انت سالتي قبل كده خلاص سيبي غيرك تتكلم. ايوه يا استاذ انا مش عايزه اوجه سؤال انا عايزه اوجه شكر للاستاذ حسام. تحت امرك يا نسا. خلي بالك الراجل اللي جنبك ده مباحث. تعرف يا استاذ حسام انا ما بصدقش ولا بحترم في جريده حضرتك الا صفحه واحده بس. صفحه ايه؟ صفحة الوفيات. ريم اعتذري للاستاذ حسام فورا. انا مستعد اعتذر له فورا بس يجاوب على سؤالي الاول. اتفضلي اسالي. يا ترى الكلام اللي حضرتك قلته في الندوه نفاق ولا جهل؟ انت عايزه تقولي ايه يا نساء؟ اصل اذا كنت جاهل تبقى مصيبه، اذا كنت منافق تبقى مصيبتين. سيب الميكروفون فورا يا ريم والا هجيب الحرس يطلعوكي بره. ده برضه مش هيمنعني ان انا اقول للاستاذ حسام رايي بصراحه. لكل الصحفيين زي حضرتك كده تبقى صحافتنا صحافه رجعيه وجاهله ومتخلفه. ما تخلوا عندكم شجاعة وتقولوا نور نور في عينه. معقولة بنت مفعوصة زي دي تبعتك وكرمت النهارده الأرض؟ بس كويس إن أنت ما ردتش عليها. بس بيني وبينك يا فوزي عندها حق. أنا فعلاً طلعت منافق وجبان لأني ما قلتش رأيي بصراحة. بس بنت الإيدي دبحتني بسكينة باردة. لا لما تدبحك هي بسكينة باردة أحسن ما تدبح على أيدين المباحث. مباحث؟ بص في المراية اللي جنبك. من ساعة ما طلعنا من قدام باب الكلية والعربية البيجو دي ورانا. ممكن تكون صدفة. ايه في ايه بس؟ انت هتروشني ليه؟ انت تخش في الشارع اللي جاي وانا سبت لك انها مش صدفة. خش بس في الشارع اللي جاي. شكرا معاك يا فوزي. الفرامل مظبوطة؟ شوف شوف. لسه ظبطها امبارح عند الميكانيكي. واخبار البنزين معاك ايه؟ بنزين فول تانك. تبقى عايل انت بصاحبك لما تروحوش ورايا دلوقتي. ايه ده؟ تضحك على ايه؟ على تحليلاتك الامنيه اللي طلعت في شنك. بذمتك ده كلام مباحث ولا كلام ناس مساطير؟ لا انا تحليلات الامنيه لا يمكن تخيب ابدا. ده مباحث يعني مباحث. هو لازم يعمل مصلول عشان يلبسوكوا سلطانيه. والله انت اللي لازم يلبسوك ابوس مستشفى المجانين عشان اخلص منك. طب اطلع شوف. انا اسف جدا على اللي حصل مني في المطار. حضرتك عارفه طبعا ان السبق الصحفي ليه اهميته. واللي حصل منك في العربيه كان سبق صحفي؟ انت عايز الصراحة ولا هتزعلي؟ يا ريت. أنا ممكن أعتذر على إني خميت زمايل الصحفيين علشان أنفرد بالسبق الصحفي ده. بس لا يمكن أعتذر أبداً عن اللي حصل مني في العربية. معقول؟ معقول ربنا سبحانه وتعالى يبقى خلي الجمال ده هو الواحد يعتذر عنه وغمضني؟ معقول؟ أنت جريء؟ عشان عرفت عني بقى إني جريء، اسمعي النكتة دي. بمناسبة إيه؟ عشان ما نسي. عشان حبيتين الفراولة دول يضحكوا واتمتع بصفين اللون اللي تحتهم. وافرض ما ضحكتش. هرمي نفسي من الاسانسير. يا ريت. مرة واحد صيد دخل الجامع طلع لها الوان شيشه لازمته. وبعدين؟ حلو. الحمد لله الاسانسير وصل.
حسام، بص يا حسام للصوره دي، بص لو دققت في شعرها هتعرف ان البنت دي عميله للمخابرات. ممكن تديني سبب واحد لما نخلي المباحث اللي في دماغك دي؟ منه لله جوز امي كان صوت المباحث وكان دايما بيراقبني وانا نايم، ومره غصته بقى قعدت نايم اربع ايام. الله يخرب بيت ام جوز امي اللي ربالي الخطير. الخفيف يا فوزي ما جالكش الا من ضرب الشوم على دماغك واحنا في المعتقل. يا حسام ايه اللي خلاك تجيب سيره الايام السودة دي؟ تصور يا فوزي، الايام السودة دي كانت اجمل ايام حياتي. صحيح كنت بترمي في السجون المعتقلات، بس كنت بقدر اصرخ واقول رايي بصراحه. ايام الله يعوضها ولا يرجعها تاني. اديني يا سيدي بقيت صحفي مهم. كانت النتيجه ايه؟ بقيت عامل زي خيالي المآت وما اقدرش اقول رايي بصراحه. يا اخي احمد ربنا يا اخي، احنا كنا فين وبينا فين؟ جايزة فوزي معتقلات زمان كانت بتحاول تصفينا جسديا. فهمني الكلام الكبير اللي انت بتقوله ده. لما شوقي صادر مقالاتي يبقى بيصادر عقلي وتفكيري ولا لا؟ ها؟ ام الخلوف يا اخي، يا اخي اصبر يا اخي على جار الساوي، يا يموت يا تجي له مصيبه تاخده. الو؟ جار الساوي. قصدي رئيس التحرير عايزك في مكتبه. عزيز مصيبه جياني يا لطيف يا لطيف. دي دعوه من سفاره البرازيل بمناسبه عيد القوم. وديها قسم الترجمة خليهم مترجم عالمي. وعايزك انت شخصيا تصيغها باللغة العربية بأسلوبك الظريف ده. شوقي بيه أنا محرر سياسي مش محرر إعلانات. أنا آسف الحقيقة ما عرفتكوش ببعض. أمير أهاني ذو الفقار قسم العلاقات العامة بوزارة الخارجية. الأستاذ حسام منير من أكبر المحررين السياسيين عندنا هنا في الكارير. أنا لي الشرف بمعرفة أمير أهاني قبل كده، ولسه من شوية كنت في الأسانسير مراهنها. مراهنها؟ مراهنها على إيه بقى؟ إني أضحكها. ما دام طلعتوا تعرفوا بعض، ساكتين ليه من الصبح؟ اللي ما تعرفوش يا شوقي ان الاستاذ خسر الرهان. بس ضحكه واحده منك كانت كسبت الرهان. للاسف نكتتك ما ضحكتنيش يا استاذ. طب مش عارف الاول الرهان كان على ايه؟ الاستاذ حسام مش قد الكلام اللي بيقول. تصور كان مراهني اذا ما ضحكتش هيرمي نفسه من الاسانسير. ما رماش. وعليه اسانسير؟ انا هرمي نفسه قدام عينيك وحالا دلوقتي من الشباك. جميل. انت احرج الميسه يا عسل. انت عايز ايه يا ابني؟
لما اقول لك بتحرج المسا عايز تقول ايه؟ انت عايز ايه مني؟ لما اقول لك بندحرج المسا عايز تقول ايه؟ استغفر الله بنلقى في المسا عسل. بتقولها من غير نفس كده ليه؟ بنفس ولا من غير نفس؟ انت مال اهلك يا اخي؟ عايز اموتك عسل. طب شوف بقى اللون اللي هيطص فيك ده. شوف الصورة دي. ايوه هو ده منصور اللي بيحاول يطردني. طيب اهدى مسكتوه. اهدى يا استاذ حسام. هحفظه عليه. ارتاح طيب. اهدى. ده لولو. لولو؟ الوحش ده اسمه لولو؟ هو اسمه الحقيقي عليوة الدندراوي، بس اسم الشهرة لولو. وايه حكاية لولو ده بقى؟ ده متهم في جريمتين قتل. وأودي مستشفى الأمراض العقلية بسبب حالة التخلف العقلي اللي عنده. دي حاجة تطمن خالص. من سنتين هرب من المستشفى. ومزاولش اي نشاط لحد ما حضرتك بلغت عنه. فكرت النتيجه ايه بقى؟ اطمن يا استاذ حسام. اكيد لولو هيكرر محاوله قتلك، ودي هتكون فرصتنا الذهبيه علشان نقبض عليه. وليه ما تكونش فرصه ذهبيه ان يقتلنا انا؟ مقالتك اللي الكلمات فيها زي طلقات الرصاص هي اللي خلقت ليك اعداء وخصوم عشان يحاولوا يقتلوك. بالشكل ده بقى من حق بياعين الطماطم انهم يقتلوني لما اهاجمهم واقول انهم بيبيعوا اكتر من التسعيره. اللي هيفكر يقتلك مش بياع طماطم، ده شخص انت هددته في سمعته ومركزه. وتجار المخدرات بقى اللي بعتوا لي الواد السواد عشان يموتني. لا، تجار المخدرات لو حب يقتلوك مش هيقتلوك بالطريقه دي ابدا. امال ازاي بقى عبقري زمانك؟ هيبعتوا لك مليون جنيه باسمك في الخارج عشان يشتروا ضميرك. العامله دي يا صديقي عامله مباحث. ثانيه يا فوزي، ثانيه مباحث فيها. سوي بيع عندك يا يا حسام. انا عندي ليك خبر هيفرحك ويفرح كل اللي عاملين في الجرنال. الحاج شكري هيقدم قرض ب 5 مليون جنيه لمشروع المساكن بتاع اللجنه النقابيه. الفوائد كام ان شاء الله؟ فوائد؟ اعوذ بالله من غضب الله، ده قرض حسن لوجه الله تعالى. بارك الله فيك يا حاج. اهو الراجل الطيب ده بقى زعلان منك قوي يا حسام. عشان هاجمت شركات توظيف الاموال؟ يا جماعه ما تكبروش المساله بالشكل ده. أنا قصدي يا أخ حسام إن إحنا نتبع الآية الكريمة اللي بتقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بالجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. كمان طلعتني فاسق؟ حاشا الله أن تكون فاسقا يا أخ حسام. أنا كل ما هنالك عاوزك تتحرى الحقيقة وتيجي تشوف نفسك الشركة وتشوف إزاي أنا أقمت صرح اقتصادي إسلامي طبقا للشريعة، بعيدا عن فوائد البنوك وربا البنوك الذي حرمه الله تعالى. بس ربنا كمان حرم النصب على عباد الله يا حاج شكري. نصب؟ نصب ايه يا اخ حسام؟ لما ست بديعه صاحبه شركه بيتك وتوظيف الاموال تضرب بومبه ب 50 مليون يبقى اسمه ايه حاج؟ يا اخ حسام انت عارف ان الستات ناقصات عقل ودين. ويا سيدي خلينا نعمل بالآية الكريمة اللي بتقول: ولا تذر وازرة وزر أخرى. صدق الله العظيم. يعني كمان ما صحش تحطنا في أوف واحدة مع ست بديعة النصابة دي. دي عندك حق حاجة. أدام اديتني حقي أنا مستنيك تيجي تشرب معايا فنجان قهوة في مكتبي. السلام عليكم. مع السلامة يا حاج. ليه الجلطة بتاعتك دي؟ بقى الراجل يتبرع علينا ب 5 مليون جنيه تقوم أنت تسب بدنه بالشكل ده؟ حضرتك عارف كويس إن أنا ما بكتبش الحاجة إلا إذا كنت مؤمن بيها. ويوم ما اتاكد ان شركه توظيف الاموال بتعمل لصالح اقتصاد البلد ومش بتخربه انا اول واحد هدافع عنها. يا سلام يا حسام، طول عمرك بتكسب معايا المعارك بتاعتك بموضوعيتك دي. الشهاده اعتز بيها من واحد زيك عريق في عالم الصحافه. باذن الله. الو مين؟ ايوه يا فندم موجود. نقول له مين يا فندم؟ ايوه تليفون يا حسام. هنادي. هنادي مين؟ هنادي البت اللي اتهد عليها البيت. الو؟ ايوه. ايه؟
طب بطل عياد بس عشان اعرف الحكايه. طيب طيب طمني يا ست هنادي، نص ساعه بالكتير هكون عندك في المستشفى. حاضر حاضر، مع السلامه. هات كل الفلوس اللي تجيبها. طيب انا معاه 54 جنيه. طيب خد انت 50 وسيب لي 4 عشان المواصلات في ال يا صراحتك ما كانتش كفايه لما بهدلتني في الجامعه. جاي يا استاذ حسام، انت ليه دايما عصبي لما حد بيحاول يواجهك؟ اسمعي يا انسه، حسام منير مستعد يواجه العالم كله، انت فاهمه؟ يا استاذ انا مش جاي اواجهك، انا جاي اعتذر لك عن كلمه غلط قلتها في حقك في الندوه. الاعتذار ده من قلبك؟ يا ريت كان عندي وقت اقول لك انت بالنسبه لي ايه، بس فعلا لازم اكون في الكليه بعد 10 دقائق بالظبط. عندك استعداد اوصلك؟ لازم ما كانش يضايقك يعني. بصراحة يا أستاذ حسام، قبل ما أقابل حضرتك في الندوة كان عندي فكرة تانية خالص عنك. إزاي؟ يعني مقالاتك ومواقفك السياسية الشجاعة بتاعت زمان كانت بتأكد لي إنك سائر وطني ومثل أعلى للشباب. بالشكل ده أنت بتديني أكتر من حقي. بالعكس يا أستاذ، هي دي الحقيقة. ده حتى كتاب حضرتك ثورة المثقفين أنا بعتبره كتابي المفضل. أنت عارفة إن الكتاب ده ما عنديش منه نسخة. يا سلام، بسيطة برجعهولك. جايز لما تقراه تاني تتراجع عن الآراء المتخلفة اللي حضرتك أديتها في الندوة. تاني يا نسا؟ والله ده من قهرتي عليك يا أستاذ. اتفضلي. وإيه يا ريم؟ أنت عندك كام سنة؟ يا أستاذ حسام، الراجل الغبي بس هو اللي يسأل الست عن عمرها. أنا بسؤالي ده طلعت غبي. يعني كان ممكن بنظرة موضوعية منك كده تعرف عمري كام سنة من غير ما تسألني. بس نظري سنك ما زادش عن 19 سنة. غلط. 18. تبقى بتغلط روحك بقى. 17. تبقى بتبصبص لي مش بتسلمني. طب ما تقولي كام يا بنت الحلال وتريحيني. في مارس الجاي هتم 24 سنة. 24؟ لا بقى. أنا مصر بقى إن سنك ما زادش عن، حتى لو قلت 10 سنين. برضه مش هديلك الفرصة عشان تهرب من سؤالي. سؤال ايه؟ الكلام اللي حضرتك قلته في الندوة، كنت مؤمن بيه ولا بتغلط روحك؟ عشان ناخد وند مع بعض في الكلام لازم نقعد مع بعض شوية. مش في وقت ضيق زي ده طبعا. عندك حق. عموما متشكرة قوي انك وصلتني. ايه رأيك لو نتغدى بكرة مع بعض؟ طب ما تخليه كمان أسبوعين. أسبوعين ليه؟ الدرجة دي مشغولة؟ لا أبدا، بس عمال مرجع من رحلة نص سنة اللي عاملاها الكلية الأقصر وأسوان. طيب يا ستي، لما ترجعي بالسلامة هتلاقي قلبي مفتوح لك وهتعرفي كل حاجة عني. شكرا يا أستاذ حسام، باي باي. أوراق العربية من فضلك. ها؟ أوراق العربية لو تسمح. اتفضل. إيه الحكاية؟ أبدا، إجراءات أمن عادية. شكرا. كفايه عياط بقى، انا دفعت فلوس العلاج وهيسلموك البنت حالا. سيبني يا ابي افضفض عن نفسي، سيبني احسن ما يجرالي حاجه. والله لولا البنت دي ملهاش حد غيري، لا كنت رميت نفسي تحت اول اتوبيس قابلته. راجل خاص باللي انا فيه ده. الاتوبيس متشائم بالشكل ده، ربنا رحمته واسعه. ونعم بالله. يا ابي هدفع لك ال 50 جنيه منين؟ انا كل ما ادي 60 جنيه اروح فين واجي منين؟ تعالي وقت ما انت عايزه. يا بيه ده الدين هم بالليل ومذلة بالنهار. طيب لو دفعتي 5 جنيه كل شهر انا موافق. ادفع لك ولا ادفع الجمعية ولا ادفع خارجة اخويا زغلول. انت ربيت عليا من كل ناحية، انت ربيت عليك يا هنادي من كل ناحية. يا ست انا مش عايز ابيض ولا اسود، بس كفاية عياط بقى. هو انت لاقي فلوسك يا بيه؟ فلوس وانا حر فيها؟ ابدا، فلوسك تاخدها على دار ملم لو اقول لي لا يا محسنين. طيب. البنت ربنا يخليك ولا تحارب منك ويسترها معاك. اللي اقول لامك ايه؟ تعي لك من قلبي. يا رب يخليك يا ابن عطيات ويسترها معاك ويديك شر في خلقي وحبيب في خلقي. يا رب يحسب يا ابن عطيات. يا رب يا رب. قولي لي يا هنادي، كنت بتشتغلي فين قبل كده؟ كنت في شركه النصر اللي بتجمع التلفزيونات. ايه مهندسه؟ يا ريت يا ما كانش العين بكت. انا يا دوبك واخده الاعداديه، يعني حته موظفه على قدي.
وماله؟ كلنا بنبدا صغيرين وبعدين بنكبر. اصل ابويا الله يرحمه مكملش علامي، كان رزقه اضيق من خرم الابره. يا ساتر يا رب. كنا ثلاث بنات وزغلول، كبيره يا دوبك ابويا قدر يسطرها، والصغيره ربنا رحمه منها. لازم جوزها كان مقتدر. يا ريت، ده متر حلوان فرامها. مالك عليا يمين يا بيه، يوميها لمينا جتتها كلها في قفه. قول لي يا هنادي، هو المرحوم اخوك زغلول كان بيشتغل ايه؟ ما تاخذنيش في دي الكلمه يا بيه، كان سراماتي. سراماتي؟ كان قسط قد الدنيا، كان جوز الجزمه القديمه يطلع من تحت ايده ولا اجدع جوز اجلسي. اما السراماتيه دول بتوع زمان كانوا يتعوضوا. خد بالك الجاري منه بيلطش. يا طب لو كسل مش هتعرف اسمك. طب تلاتة بقى. كتير تلاتة مش هتروح بيتكم. هذا أعجبك؟ ده بتاعنا إحنا وطني. وطني؟ يا ده معمول من مية عفاريت. خلاص هذا مصنوع من البنانا الشيكيتا. يا جود تشيرز. تسمع لي أكد نفسي؟ أنا خرمو لسفير سوا سوا خرم. خرمو؟ لسفير. خرمو سا؟ أنا. أنا ميراندا. أنت مرات السفير. خرم السفير. ست بتاع هو. ست هو. أنا. أنت؟ أنا العبد الله الفقير الصحفي حسام منير. مرحبا. مرحبا مسيو حسام. الله يخبيكي. مرحبا حبيبي. لماذا لا تشترك معنا في رأس وغنى حسام؟ أولا أنا اسمي حسام. حسام. ثانيا الرجالة اللي موجودين كلهم مكوشين على الستات. لا لا ليه؟ لماذا؟ لست أنا امرأة؟ انت مرة ونص. مرة. شكرا شكرا. حسام أنا أرقص أنت أرقص معايا. خلا بينا حسام؟ هلا. حصان حصان بدل ما أقف لوحدة زي الحصان. شكرا شكرا. قولي له يبادل. لسه حالا بيقول لي انه عنده اجازه زوجيه. معقول مراته تسيبه في ليله زي دي يعني؟ مراته هي اللي بترقص قدامك. دي مراته؟ ايوه. هذا زوجك ها؟ بالي. بالي. You know بالي؟ بالي بالي. الي 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 يس الي بالي ماين ما هالبالي. انت وجيتوا الرقص الحلو كتير. ها لو شفتيني بقى وانا برقص بلدي. بلدي انت كده ده؟ البلدي؟ الخيط بيرقص بلدي انا خيطه. انا كمان. ايده نرقص. حسان. من حي الكرة الأرضية والناس الحلو الحلو الحلوة الدولية. بن 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 حي الكرة الأرضية والناس الحلو الحلو الحلوة الدولية. محسوبكم في الواقع مبسوط حبتين ولهذا في الواقع رقصت رقصت رقصت
بلدي يا واد البلدي جميل بلدي بلدينا ياس وانت يا مستر وات انت يا فندينا ويا ست اميره ارقصوا على الوحده على الوحده ونص ونص وخمسه ثلاثه ثلاثين اربعه وعشره انا جعان عايز انام اديني كمان يا سجنت المان وانت يا مدام الساعة كام؟ واحدة ونص دلع لافلي وانت يا سلاكتو حلوة قوي وندخل حبيبي جوز مش كده يا مدام كده يا مدام شطرة يا مدام حلوة يا مدام خلفة يا مدام يا نور يا نور يا نجف والله ما انا شايف ادخل يمين ادخل شمال والله ما انا عارف ما تقولوا ايدي لي من فين والشمال انهي قالوا لي تعرف بدبله بس انا خايف 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 وادي واحده يمين وادي واحده شمال ارقص يا دماغي ارقص يا مكان ارقص يا عالم ارقص يا عالم يا جميع الدنيا يا جميع الدنيا بلا هم بلا هم وشغل جنان على واحدة ونص ونص وخمسة اشوفكم بكرة قالوا بالعافية ايوه يا فوزي ايه ضربت على الجرس من امتى ساعه نهار اسود ايوه يا سيدي رحت السفاره امبارح وشربت المشروب والزفت الوطني بتاعهم ده لدرجه ان انا ما عرفتش رجعت البيت ازاي والادم من كده ان انا قمت لقيت نفسي ملبوس تضحك عليا يا حمار اسمع يا بابا مرزنجي المرة دي مية مية ولا الجن يقدر يكشفها الصفارة نفسها ما تقدرش تكشفها على فكرة ده أكبر عدد هتصفرها مدحت يا ربنا ثواب خلينا نفرج على الغلابة يا عم مخزنجي ايه ده؟ لا لسه خمس زيهم انت هتعامل جملة زي القطاعي دي اسطمبة احمد ربنا وبلاش طمع وخلي المركب تمشي الله خلي المركب تغرق ما انت واخد بلايا وانت راخ انت هتقر فيها كده؟ سلام ماشي 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 ايوه يا عم ضرب المرة دي تقيلة جوا يا منتصر دول بلديات يا فريد انا اللي جايبهم كان عايز تفهمني انكم هتسفروهم ببلاش كده لوجه الله يعني لا اخويا فصيح اخد العمولة العادية بتاعتي بقول لك ايه غير ال 2000 جنيه دول دولارات تاجر في العملة ياك يا راجل هتاجر في العملة ايه هوزع عليهم كل واحد قرشين يصرفوا بيهم نفسهم هناك على بال ما يكبروا سعيد يا فريد اهلا يا نجوان هاني صباح الفل حضرت لي التذاكر ثواني يكونوا جاهزين ازيك يا منتصر اهلا وسهلا الله انت مش فاكرني ده انا صفيته اكتر من مره في المكتب ومراتك صاحبتي وانا كمان بقول انا شفت فين حضرتك قبل كده يبقى خلينا نشوفك يا منتصر ان شاء الله وتبقى تيجي بعملها حاضر باذن الله على اذنك فريد ها ستي تيجي تشتغلي ستي تيجي تشتغلي وتقلب عيشها بتسفر ناس زيكم برضه عمال برضه عمال ايه عاملات بس عاملات من نوع معين ابو بدو حس ما انت هتعرف ده ودي سعيدة يا عم هاي بس ده الولي يعني هاي من لك لا غيباني فين منتصر؟ راح يجيب التذاكر طب هاتي لي العقود اللي عندك في الدولاب حاضر
هتتجوز امتى يا زينب؟ ربنا يسهل ومنتصر يلاقي الشقه. انت تستاهلي قصر مش شقه. تعملي ايه؟ كنت بجيب العقود من فوق. انزل وانا هجيبها. الله ايه يا مصطفى؟ طب كده يا زينب، انا مالك متعصب كده ليه؟ ربنا فيها مدحت، دي بنت عم مراتي. لسه مش مراتك، انت كاتب كتابك عليها صحيح لكن لسه ما دخلتوش. وبعدين يا اخي مش جاي تغير عيار. الهزار ما ينفعش في الحاجات دي يا مدحت، احسن ثلاثه من العظيم اقتلك واشرب من دمك. يا ساتر، ايه هلا؟ هتفضل طول عمرك قفل كده؟ المهم جبت التذاكر؟ جبت التذاكر. انت خلصت التأشيرات؟ طلعوا عيني في السفاره، ما كانوش عايزين يخلصوهم النهارده. التأشيرات دي مضروبة يا مدحت، دي شغل المخزنجي. مخزنجي يا ابو مخزنجي؟ يلا حط التذاكر جوه الباسبورتات. بقول لك ده شغل المخزنجي يا مدحت، انا مش قفل. لا، في دي بقى قفل. ايه رايك؟ طب انا هروح لحد فيهم السفارة. راح فين يا جدعان؟ انت مالك؟ ده شغل المخزنجي يا مدحت. بس عدى على العفريت. لا يا مدحت، اللي دول انا ممكن اتفق معاك على بتوع بيرلس وعزبة البرج، لكن لحد دول لا، دول بلدياتي. التانيين ما اعرفهمش، ما كنتش معاهم عيش وملح، وما اعرفش جايبين الفلوس ازاي، وانا متفق معاك قبل ما اجيبهم على الدف. صح، انا الحق عليا اللي خدتك معايا وعرفتك على المخزنجي واسرار الشغل. كنت لازم اخليك ساعي هنا في المكتب زي ما كنت في الجيش. انا كنت ساعي في الجيش يا مدحت، انا كنت مدفعجي محترم، احسن مدفعجي في الكتيبه. عشان خاطري الناس دول لازم نطلعهم سلاح زي ناس كتير طلعناهم قبل كده، عشان خاطري. مفيش عقود تكفيهم. وبعدين هنجيب لكل دول عقود منين؟ يستنوا لما يجيلهم عقود سليمه ويطلعوا بتاشيرات سليمه. عندك فكره هنطلع بكام من العمليه دي بعد المصاريف واللازم منه؟ هنصفي ربع مليون جنيه، خميره كويسه عمرنا ما كنا نحلم بيها. نعمل شركه انا وانت ونسيب مكتب السفريات ده ونشتغل على واسع. بقول لك ايه، ما تتعبش نفسك، الناس دي تجيلها عقود صح وتاشيرات صح ترجع لها فلوسها. ما كان شيء ثلاثة بالله العظيم لكن مبلغ عليك الفلوس بنفسي. قلت ايه؟ قلت لك غبي يا عم زخاري. حاج زهاب تعال يا هنيه دي. استنى انت يا جدع، انت الله يخرب بيتك يا منتصر يا ولد. قلنا في ايه؟ مفيش حاجه يا عم الحاج، السفر هيتاجل اسبوع بس لغايه ما نطلع التاشيرات. كيف يا ولدي؟ ده احنا عملنا حسابنا خلاص. معلش يا عم زخاري، بعد اسبوع يا متحبيه. اسبوع يا منتصر، العقود سليمه والتاشيرات سليمه ان شاء الله كله سليم. روح يا عم زخاري وبعد اسبوع تعالوا، ولا انتوا عايزين فلوسكم تروح عليكم؟ قلنا يا منتصر في ايه؟ مفيش عم خاطر، ترى هتاخر اسبوع ما جرت حاجه. يلا انتوا بالسلامه دلوقتي عشان تحققوا القطر. يلا اسبوع، يلا اسبوع، ما فيش حاجه يا سالم. يلا مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. الاسبوع الجاي مستنيكم. هتغير التاشيره ازاي على الباسبورتات؟ كله بالفلوس، هنلغي القديمه ونعمل واحده جديده. من السفاره. من السفاره يا منتصر. والعقود. والعقود يا منتصر. تصدق بالله لو حصلت خيانة ما هرحمك طول عمري يا مدحت. انت لسه زعلانة مني؟ طبعا، ازاي تكلمني بالطريقة دي؟ عشان بحبك وخايف عليك. تقوم تتصرف معايا بالهمجية دي قدام راجل غريب؟ يقول عليا ايه دلوقتي؟ لو قال عليك كلمة اذبحه. انت اصلك طيبة يا زينب، ما انتش فاهم حاجة، دي عالم نكسة ولازم نبعد عنه. انت مكبر الحكاية أكتر من لازم بصراحة. لا يا زينب، أنا النهارده بس عرفت إن مدحت شغال شغل بطال مع الولية اللي اسمها نجوان دي. دي ست ظريفة جدا، مالها يا روح؟ مالكيش دعوة بيها، دي ست بطالة، أنت أصلك كنت مغمضة ما انتش فاهم حاجة وربنا خلصت منهم على خير، فوت. ومالها شغلانة ايه؟ شغلانة كويسة ومرتبة محترم. لو أنا اللي شغلتها الشغلانة دي مرة عامة، أنا اللي هشغلها في شغلانة تانية أحسن. يبقى ما تسيبش الشغلانة القديمة لما تشبك بالجديد. ترجع معي البلد؟ فين؟ الحاجر. انت صحيح ما شفتهاش، يمكن سمعت عنها كلام ما عجبكيش، لكن ما صدقش الكلام ده يا زينب. الحاجر جميلة، اجمل بلد في الدنيا. انا اتولدت هنا يا منتصر وتربيت هنا، لو عايز ترجع ارجع انت لوحدك.
لك يا اخويا. اتفضلي اتفضلي. لما يكون حاجه كبسه على نفسك وهتخنقك. ايه ده؟ دي حاجه بديه على بدني يا موسى. تعالى هنا. انت حمار. ما عرفش تدور ريحه التمييز. انت فاكرنا ايه؟ ما تحسش اني حر ولا انسان. انا من انسان يا ابو مخ طوبه. يا انت قلت حاجه. انت بتغلطي يا ابن الكلب. يا ابن الناس مالك تصلح بيه. طب ما تخليك معايا. ما اقدرش. ايه طب استنى اعمل لك لقمه تغير بيها ريقك. لازم امشي دلوقتي. اشوفك تاني. الله اعلم. شكلك وحداني. انا كمان وحدانية. ابقى عندي. ربنا يسهل. سعادتك عارف الجرايد؟ تشرعت الجرايد؟ تشريعات ايه بس؟ وفي جثث؟ وبعدين مكان تحت ايديكم وفي مكان مقفول، ازاي هرب منكم؟ هو كده؟ ما هو الحكايه فين؟ حكايه ايه يا اسماعيل؟ انت ناسي ان في جهاز فوق المدار على شغلنا وبتستنانا الغلطه؟ وفي حاجه اسمها مجلس الشعب واستجوابات المعارضه؟ اقطع دراعي لو ما قالوا انه مظلوم واننا مفتريين عليه. جرايد المعارضه قالت كده فعلا. واحده قالت ان المناضل في القاهره سار ضد الظلم الاجتماعي ويدافع عن المقهورين. والتانية قالت انه بيكرر اسطورة ادهم الشرقاوي. وجريدة تالتة قالت انه متولي اخو شفيقة. ولسه على فكرة يا اسماعيل راجل كبير زعلان قوي من الحكاية دي وكل شوية يسأل عن اللي حصل فيها. من فضلك اتصرف بسرعة. ان شاء الله يا فندم. على اذن سعادتك. عاوز اسمع اخبارك يا اسماعيل. ان شاء الله يا فندم. طمن. الادهم الشرقاوي قال احنا ناقصين. قريت الملف يا فندم؟ كله يا فندم. وجمعت معلومات كتير عن الولد. الدنيا مقلوبة. لازم نخلص من الحكاية دي في أسرع وقت. أول مرة وافقناك وكنا معاك. تاني مرة وقلنا غصب عنك. طب وتالت مرة يا منتصر؟ ما قتلتوش يا جدي ولا كنت عاوز يموت. هو اللي خاف ورمى نفسه تحت المترو. حاولت أمنعه ما قدرتش. أنا كنت عاوز آخد حقي. كان واخد مني 2000 جنيه قبل ما أدخل السجن وما رجعهاش. هو اللي خان مش أنا. الجرايد قلب عليك البلد وبيدور عليك في كل حته ومسك اخوك ورجالة العيله. مين اللي مسكه؟ سالم ولد عبد الرازق قبض عليهم كلهم ورماهم في المركز.
عاوزين نسلم نفسي. الحكومة ماسكاهم عشان كده؟ العموم بالرجالة ويتحملوا اسبوع ولا اتنين وما يجراش. لما يلاقوا ما فيش فايدة حيسبوهم. يبقى لازم تسيب مصر وتتوالك في حتة الايام دي. انت سافر تركيا يا عمار. اهما شوية الوين دول لنا حكاية. تهدى شيل اللي في دماغك دلوقت يا منتصر خالص. مساء الخير. مساء الخير يا عبيد. ها وراك اخبار؟ مساء الفل يا بروتين. معايا تحقيقات واخبار وصور. سعيد يا فندم اتخفى ودخلوا الشهر ورايا. ده جيتوا حقيقي يا فندم، ناس متماسكين ومتكاتفين وعازلين نفسهم عن غيرهم. قريه صعيديه في قلب القاهره. مين دي؟ دي رقاصه رقصت في فرح واحد من قرايبه ليله ما خرج من السجن وليله ما قتل اول ضحيه له. قالت في التحقيق انها بتحبه جدا وانها بتستناه كل ليله، وطلبت مني طبعا انشر الكلام ده في الجورنال يمكن يوصلوا. ياه دي جريئه جدا وحلوه جدا يا فندم. ومين ده؟ ده واحد بيحلف ان شافه في السيد البدوي بيوزع عيش ونبت على الغلابه. خمسه يا بيه. ودي صوره مرات عمه وحماته، صورتها طبعا من غير ما تحس، ولما جيت اسالها عن مرات منتصر ما رضتش تتكلم، وقريبه كانوا هيضربوني بالنار. وما قابلتش مراته؟ ملهاش اي اثر. سالت عليها كتير مفيش فايده. انا عندي اقتراح يا فندم، نعمل منشط صفحه اولى سر اختفاء زوجة منتصر. هو ده يا فندم. احنا كده بنكبر الموضوع اكتر من اللازم. الجرايد كلها طالعه بكره فيها تحقيقات مثيره عن منتصر. خلاص القارئ اول حاجه بيدور عليها هي اخبار منتصر. طب ده انا سمعت واحد بيقول انه راح يحارب اسرائيل. الو. ايوه يا فندم موجود. تليفون عشانك يا مربي. امتى الكلام ده حصل يا فندم؟ الطبعه الاولى نزلت المطبعه يا فندم. مستحيل يعني الجرايد التانية هتلتزم بنفس الحكاية حتى جرايد المعارضة؟ حاضر يا فندم حاضر، تحت أمرك يا فندم. مع السلامة. خير يا أستاذ مراد. صدر أمر من النائب العام بوقف النشر في قضية منتصر. خرج كل المساجين اللي في الحجز عندك، قول لهم يا فندم معانا عبد الله في منتصر. حاضر. اطلع الحجز. حاضر يا فندم. خليك انت. خير يا حضرة الضابط. في احتالي عاوزينه مننا. مش قادرين على الحمار. هتمسكوا في البردعة. خالة سكينة فين يا عائشة؟ ايه هتقبض عليها هي اخرى ولا ايه؟ مين يا عائشة؟ ده حضرة الضابط يا ماي. خير يا ولدي؟ عندك اخبار بالمنتصر؟ لا. امال ايه؟ هتسيب الرجاله اللي حاجزهم عندك؟ انا عايزك معايا يا خاله. هتقول ايه يا ولدي؟ غصب عني يا خاله، انا بنفذ الاوامر. انا ما حبيتش نجيب معايا عساكر ولا دوشه. تعالي معايا اما عززه مكرمه. يا بنت يا بنت اخلصي من فيها. انا رايحه مع سالم. دقيقه يا ولدي كن جاهز. هاتي حاجه ثقيله عليك. هتقبض على حربة يا سالم يا ولد عبد الرافد؟ هي حصلت؟ هتودي يوسف فين من الناس؟ راحة فين يا عايشة؟ أنا هاجي معاكي يا ماي، مش هسيبك لوحدك وأنت تعبانة. ارجع يا بنت. ما تخافيش عليها يا عايشة. دي صاحبة عيا وعندها ده ولد مدردة في مواعيدها. مش هسيب أمي يا سالم، هتقبض عليها اقبض عليا معاها. ارجع يا بنت. ارجع بلا شغل عيال. هات الدواء معاي. ارجع الدار انت فيه. يلا ارجعي. انا مراقب يا ابويا بقيت 3 ايام وهو عم بيحوم حول الفرخات. وايه اللي عرفك انه صج؟ اللي عرفني ده صقره من النوع النادر كمان. مين ده؟ ده مهدي اللي بعتناه للمخزنجي.
الفجر هيهربك ده بطل يا مهدي بتاع ده. قابلت المخزن جي واديت له الفلوس. ايوه بس في حاجه حصلت تاني. ايه؟ امك مالها؟ البوليس قبض عليها. انت عندك نبطشيه الليله؟ ايوه فندم. الجماعه اللي في الحجز اتعشوا؟ ايوه اتعشوا فندم. عندهم غطا كفايه؟ صرفت لهم بطانيتين جداد غير اللي عندهم. طيب اوعى تنسى الساعه 2 بالظبط ميعاد الدواء بتاع خانه سكينه. امي يا سالم. سيبنا يا مجد يا فندم، ده ما تبخلش. سيبنا شويه. الحمد لله بالسلامة يا منتصر. مستنيك من ليلة امبارح. عرفت تجيبني يا سالم. أمي كيفها؟ بخير. بس أنا عايز نقول لك إن دي مش فكرتي. لا توحلنا تحت أمرك. وقالت أمي تروح دورها الليلة يا سالم. تلاقيها وحشاك. مش عايز تشوفها؟ تعليمات اللي عندك تسمح. مفيش تعليمات في الدنيا تمنع ابني يشوف أمه اللي وحشاك. يا حذرك. ايوه هات لي عبد الله والخاله سكينه. قول لها ان انا هنا وحتى ابوك عشان ما تتفاجئش. لساك تخاف تدخن قدامها؟ مجرم يا فندم. يعني سيادتك ما هنتنيش يا فندم. على ايه؟ على الارض، على الولد الهربان. مبروك. طب سعادتك تؤمر بحاجه بخصوص الولد ده؟ ايه هنطلع له تشريفه تقابله يا اسماعيل؟ تعمل اجراءاتك بعدين. تمام يا فندم، عن اذن سعادتك. اتفضل. الجرايد كلها نظيفه من ناحيه القبض على منتصر. مفيش ولا جورنال نشر خبر القبض عليه. ما هو النشر لسه ممنوع. الجرايد اليومين دول بتطبل للمرأة الحديدية. كل يوم مفيش وراهم غير المرأة الحديدية. كيف هربت المرأة الحديدية؟ من هم وراء هروب المرأة الحديدية؟ متصورين ان احنا اللي هربناها؟ الجرايد دي عاوزة جنازة وتشبع فيها لطف. تصور يا فؤاد لغاية دلوقتي في خمس استجوابات في مجلس الشعب عن هروب الست دي. طب انا عندي اقتراح يا فندم. قول. سعادتك لو ترفع حظر النشر عن قضيه منتصر هنشغل الراي العام. هي دي عصا موسى اللي هتبلع كل التعابين. بسرعه يا عزيز، لازم تكون هناك على الفجر. لازم ننفرد بنشر الخبر والتفاصيل وتقابل عيلته. الست عارف مفيش مصورين وعربيته بالنشر في الاسماعيليه. اتصرف، خد معاك كاميرا واخبالك اركب اي حاجه. الراجل مكلمني بصفه شخصيه واحنا الجورنال الوحيد اللي هينشر خبر القبض عليه. يلا مع السلامه. كده؟ ايوه اخوه. طب نقدر نعرف اذا كان راح مدرسه ولا لا؟ اخوي متعلم. متعلم لحد تانيه ثانوي. يا بنت سيبيني في حال الله يهديك. يوي ما عايزاش اتكلم. اني اول ابن خليته سميته منتصر. عيني معاه قدام. قبض عليك ازاي؟ هنا ولا هنا؟ شغال مع مين؟ من فين؟ جايين وراك مصر.
بص تعملوا ايه يا عبد الله؟ هدول لك رجعها عشان تبقى جنب الارض. بعد ايه؟ ما كمل الاول. اطلع اطلع ما حرمش وراك. هو اللي فيه سلم نفسه بنفسه. تشرب شاي يا ريس؟ ثلاثة شاي هنا. حاضر. صقر ده ولا حداية؟ الصقر ما ينزلش لتحت كده. سجار. فاكر حكاويك عن الصقور وعيشيتها وعاداتها وطرق صيدها؟ أبويا الله يرحمه حكى لنا كتير. كان نفسي أطلع سجار زيه بس أمي ما رضيتش، بعد ما مات حرقت كل الشراكة بتاعته. عندها حق يا أخي، كان يغيب عنكم بالشهور. ساعات بالسنين، يقطع الصحراء والجبال ورا سجر لغاية لما يجيبه. كان يكسب فيهم كويس. كان يضيع اللي يكسبه. حقيقة أنت منتصر بتاع الحجر؟ أيوه. ليه؟ شايل حساب الحجر هناك ده. متشكرين يا حاج. أنت حارس، ربنا معاك. طول عمرك كده تعمل حاجات غلط والناس يسقفوا لك في الاخر. فاكر يوم ما نمت تحت القطر وعدموا فوقيك؟ شفت يا سالم، انت ما تعرفش اللي حصل اللي بعده. اسبوع بحاله افط من النوم مفزوع. ولا يوم ما تراهنت معانا تعدي البحر غطسان وما ترفعش راسك الا في البر الثاني. انت فاكر كل حاجه زينه يا ولد الناظر. ولا شجره الجميز العجوز اللي كنت ترقد فوقيها تراقب الصقور زي ما تكون حتجيلك لحد عندك. الشجره دي يا سالم دايما تجيني في الحلم، هي والصقر. اشمعنى الصقر؟ ملك السماء يا راجل، ينام فوق الهواء تلاقيه فارج جناحاته الطويله ونايم، ما ينزلش تحت الا عشان يهجم على فريسته او يوم ما يموت. طول عمري كان نفسي اقلدك في شقاوتك، اعمل كيف ما بتعمل، لكن ما كنتش اقدر. ابوي كان مانعني حتى العب معاكم. نهايه الطريقين واضحه، انت ظابط وانا مجرم. لكن تقتل يا منتصر، ده اللي ما كنتش قادر اتصوره. ولا لي. عارف ايه اكتر حاجة قلقاني في العملية دي؟ ايه؟ امي. طول عمري تعب بقلبها ومدوخة وراي. لا حاجة تحب عبد الله اكتر مني. عبد الله بيزرع وبيبلع، لكنني صايع وفي الاخر مجرم مجرجرها ورايا لبلاد الله لخير الله.
بسم الله وباسم الشعب. فوت تحت الجلسه، نادي على القضيه رقم واحد. منتصر عبد الغفار البدري. تؤجل القضية جلسة 17 مايو. رفعت الجلسة. استبشر خير يا ولد. كله على الله يا امه. يا امه انت مش حامل بهدل. غريب. الراجل رصدني من اول ما طلعت من محطة مصر. لغاية ما وصلني هنا وبعدين مشي. بقية في حياتك. انت عرفت منين؟ من الجرايد. المرة دي هتفطر. خايف الراجل ده يطلع بليص ويكبسه علينا. مفيش حاجة في الدنيا هتقدر تاخدك مني، على الأقل النهاردة. اسمك ايه؟ حذر فزر. ماليش في أسامي نسوان. بجد اسمك ايه؟ صباح. صباح. اسمك حلو. تجيني المحكمة ليه يا صباح؟ تفتكر ليه؟ ندر عليا؟ استاذ مخزنجي. عايز ايه؟ انا جاي من طرف منتصر. منتصر مين؟ منتصر عبد الغفار بتاع الهاجر. معرفوش. ما تخافش، مفيش حد ورايا. معاك اماره؟ كان بعت لك واحد قبل كده معاه 2000 جنيه وبعدين قطع. انا جاي عشان اجدد الحكايه. تمام، كل واحد خش على قضيته عشان يشوف شغلته. ما تتريقوش كده، يلا خش. بس خدي بالك ان اليومين دول المسألة اتعقدت اوي. اللي انت عارفه هتاخده. انت مراته؟ يا ريت. ادخل.
اهلا يا سياده المقدم. ايه لسه وصل؟ ايوه الجماعه واخدين الموضوع جد. طب اتفضلوا جماعه. مين الجماعه؟ بتوع الشؤون الجنوبيه والتحقيقات. طب ما هم بيشكوا فيك. دول مشكلين لجنه وهيبعتوا يعلموا المركز وقت الحجز. اجراءات عاديه لازم تتعمل، لكن ما تخافش انا حضرت لك امر ناد بالاداره عندي. لو اثبتت كفاءه ممكن انقلك على طول. انا مش عايز اتنجل ولا اتنيل، انا عايز اشيل جدي من الموضوع ده خالص. سعادتك قلت اللي مش فاهم يسيب اللي فاهم يشتغل، وانا مش فاهم ومش عايز افهم، انا عايز ارجع شغل في الصعيد. مستحيل قبل الولد ما تقبض عليه تاني. اما الفكره كان هنسيب مجرم هربان كده من غير ما نقبض عليه؟ جري يا سالم، فين ذكائك؟ اقول لك ايه يا فؤاد، انت اللي هربت الولد واكيد عارف مكانه، وانت اللي لازم تجيبه. بلاش تخلفط في الكلام من غير ادله. الولد كان محبوس عندك وهرب من تحت ايدك، وحتى لو كنا عارفين مكانه فانت اللي لازم تقبض عليه بنفسك وقت احنا ما نقرر. يعني انت تعكها وتيجي على دماغي؟ للمره الثانيه بقول لك ما تقولش كلام ما فيش عليه دليل يا سالم، لحسن يتاخد ضدك. يعني انت بتتنصب للمسؤوليه؟ لو احنا مع بعض وقلبنا على قلب بعض هنجيب الواد ونقفل على الموضوع ولا حد يضرب بيه. لو بغبغت في الكلام انا لا شفتك ولا اعرفك. واثبت بقى لو عندك دليل واحد. عفوا للوزير. الوزير مش فاضي في الكلام الفارغ بتاعك ده. انا قدامي تقرير عن الولد وتاريخ علاقتك بيه، وما تنساش شكوك لجنه التحقيق وابحاثها اللي هتثبت انك هربته. يا راجل ده حتى رؤسائك شاكين فيك. رؤسائي؟ طبعا. التحقيقات لو مشت في طريقها الصح هيبقى فيها محاكمه وعزل، والله اعلم فيها ايه تاني. ادخل. ايوه. لا طب عدلي بعدين نتكلم. سلام. اهلا اسماعيل. خير في حاجه؟ يا فندم انا شم ريحه مش عجباني. ريحه ايه يا اسماعيل؟ ده احنا لسه راشين مكتب سبريه. الله انت رجعت للسجاير تاني يا اسماعيل؟ يا فندم الريحه مش في المكتب ده، لا الريحه في مكتب تاني. قصدك ايه يا اسماعيل؟ ومكتب مين اللي مش عاجباك فيه الريحه؟ مكتب فؤاد الشرنوبي. انا اسف بس واجبي يحتم عليا ابلغك بكل شكوكي. طبعا طبعا يا اسماعيل. تعال تعال. اه يا اسماعيل انا مشغول جدا ما تدخلش حد. ها يا اسماعيل احكي لي بقى كل اللي تعرفه واحده واحده. وعلى طول سلبها شنجتها موار. مش بعيد، تدور عمرها وليا خبصها ومش كويسه. على كل حال انا لازم امشي من هنا. بس اللي انا مستغرب له اذا كانوا بيراقبوني ليه ما بيحاولوش يقبضوا عليا؟ يمكن بيتهيألك يا منتصر. لا 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 انا متاكد الراجل وصلنا لغايه هنا وبعدين الولايه ليا. المهم انت عملت ايه مع المخزن دي؟ كل حاجه تمام، دلوقتي وصل 4000 جنيه ناقص ثلاثه، بعد اليومين الحاجه هتبقى جاهزه. نسلموا الفلوس ونسلمها. المهم حد قطرك؟ لا لفيت كتير، عملت زي ما قلت بالظبط. انتصر عايز اسالك سؤال. خير. اشمعنى تركيا بالذات اللي عايز تروحها؟ اصل مفيش معاهدة تسليم هربانيين بيننا وبينهم. بس صباح ارجوك تفهميني، انا بني ادم ملوش بكره. بلاش تعلقي نفسك بحبال دايب. انا كنت مستنياك وعارفه انك هتيجي لما شفتك في الحلم بالظبط لايدك. تسميه ايه ده؟ مش عارف.
وقعت في دوامة ملهاش قرار. أنا متأكدة إنك مظلومة وإنك مش مجرم زي ما بيقولوا. أنا قاتل محكوم عليه بالموت أو العرب طول العمر. وأنا محكوم عليه بيك مدة وهربت. إيه أروح أضربها بنت الكلب دي؟ يا ريت تدب معاها خناقة وتلم عليها الناس وتجريها على تحت. هتهرب؟ إيه وأشوفك تاني إزاي؟ أتصلك يا صباح. اسكندريه الفجر وعشان كده جيت اودعك. عاوز لك اسكندريه. ما ينفعش اصلا اسطح فوق القطر. هتفتكرني؟ اكيد. هتبعت لي حصلك؟ جايز. غرضك وتديها فلوس وخلاص. بس ده مش صحيح. عارف عارف يا صباح. يا ريتني ما شفتك ولا عرفتك.